السلام عليكم، اهلا بيكم في مطبخ كارمن. لو اول مره بتشوفوني ما تنسوش تشتركوا معايا في القناه وتفعلوا الجرس حتى يصلكم كل جديد. هاوينج يعني مرحبا بكم بالصيني. النهارده الاكله اكله صينيه، تشيكن اند بروكلي ستير فراي. بس قبل ما نبدا، هل سمحت اخوك الصيني اللي شرب شوربه الخفاش ولا لا؟ هتعملوا الاكل الصيني في البيت ومش هتاكلوا بره اكل صيني خالص، هتبقى مضمونه جبتي الفراخ منين وكل حاجه انت عاملاها هتبقي عارفه عاملاها ازاي. تعالوا نشوف جبت ايه وهنعمل ايه والمكونات والمقادير. جبت صدر فرخه وغسلته كويس وقطعته مكعبات وصفيته من الميه، وجبت مشروم وجبت بروكلي وجبت بصلايه. لو مش بتحب المشروم ولا البروكلي ممكن تجيبي كوسه وجزر وتبدلي بدل الاثنين دول، يبقى الاثنين دول. فاحنا هنعمل ايه؟ انا جبت بقى البروكلي وغسلته وحطيته في المصفى، وجبت المشروم وقطعته، وجبت البصل وقطعته، وجبت الكوسه وقطعتها، وجبت الجزر وقطعته بس ايه، وجبت بقى ايه زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي اللي هو الجينجر الفريش عشان اللي ما شافوش قبل كده يشوفوا دلوقتي. وتقشريه كده بالمعلقه وتبشريه، احنا بس عايزين معلقه واحده من الفريش. لو ما عندكيش فريش ممكن تجيبي بودره. وتعالوا نعمل احلى ستير فراي صوص اللي هي الدقه الصينيه، زي دقه الكشري كده بس هتبقى دقه صيني، عباره عن 2 كوب من مرقه الدجاج و3 معالق من الصويا صوص ومعلقتين من السكر البني او معلقتين من عسل النحل ومعلقه من النشا ومعلقه من زيت السمسم ومعلقه من الجينجر اللي هو الزنجبيل ومعلقه من الثوم. وهجيب برطمان او كوبايه او سلطانيه او اي حاجه انت سهله عندك، وهتحطي فيها معلقه الثوم ومعلقه النشا ومعلقه الزنجبيل الطازه او البودره، يستحسن يكون طازه، لو مش متوفر حطي البودره، وتحطي معلقتين السكر البني والثلاث معالق من الصويا صوص والتلت كوبايه من مرقه الدجاج او شوربه الدجاج، وتقلبيهم كويس جدا. الريحه يا سلام ما حصلتش. وبعدين نسخن الطاسه على النار جامد قوي ونحط فيها الزيت برضو يبقى سخن كده، ونروح مطفيين بقى النار والبوتاجاز علشان الزيت ما يترطش في وشك لو في نقطة مية في الفرخة كده ولا كده، يبقى ايه احافظي على عينيكي، مش هتبقي عايزة نضارة بتاعة الحداد، خلي بالك وانت بتطبخي عشان ما تقوليش ايه ده، دي قالت لي الوصفة دي. تطفي النار بعد ما تقلبي الفراخ وتروحي مشغلها بعد كده تاني. وبعدين بعد كده تعملي ايه بقى لحد بقى ما الفراخ بقى تقلبيها كويس، وبعدين تحطي عليها ربع معلقة من الفلفل الاسود وتقلبيها لحد ما يبقى لونها ذهبي كده، وتشيليها وتحطيها في طبق على على جنب عشان تحتاجيها بعد كده. طبعا دلوقتي هوريكم انا هشيلها ازاي واحطها في الطبق. خلاص كده على جنب، استني بقى شوية، تعالوا للمرحلة التانية. نفس الطاسة اللي فيها الزيت هنزود زيت شوية كمان، وهنحط فيها البصل المتقطع جوانح او شرايح، وهتقلبي كويس. قبل ما البصل يبقى لونها ذهبي كده بشوية، هنجيب ايه بقى؟ هنجيب البروكلي ونحطه عليها زي ما انتوا شايفين كده. دقيقتين كده هنجيب المشروم ونحطه معاهم. طبعا المشروم مع البروكلي مش هياخدوا اكتر من 4 دقايق بس على النار، 4 دقايق بس عشان تبقوا واخدين بالكم عشان ما يبقاش مهري ويبقى طعم وحش، ولازم الحاجة تكون كده يعني تاكليها كده كرانشي. ونجيب بقى الصص بقى اللي هو الستير فراي اللي هي الدقة الصينية دي، بس قبل ما تحطيها لازم تقلبي الصص ده كويس جدا، وتقلبي كل تقلبيه قبل ما تحطيه وتقلبي بعد ما تحطيه في الطاسة. وبعدين حطينا الفراخ اللي هي استوت بقى وحمرناها وبقت جميلة كده، وتقلبي ده 4 دقايق كمان، ما تزوديش عن كده علشان هتبوظ لو زودتي في درجة الحرارة والسوى، هتبقى مش صيني خالص، دي هتبقى فلبيني بقى متهيألي. وبعد كده
تزوقيه بقى بالسمسم بقى التاتش بتاعك والحركات بقى وكده. وانا هوريكم انا قدمته ازاي. قدمته مع رز ابيض مصري لان هو احلى حاجة معاه الرز المصري. زي ما انتم شايفين دلوقتي هوريه لكم هيبقى عامل ازاي. بصراحة كانت الريحة جميلة جدا. قدمتها انا بكذا طريقة، وانا عملت الكوسة والجزر سوتيه كده جنبها وحطيتهم برضو. لازم ترضي جميع الاطراف. وشايفين بقى الجمال بقى. لو انت عايزة الصوص بتاعها اكتر بقى وتخين كده شوية، ممكن تزودي معلقة نشا، وهتزودي برضو ايه مية اللي هي مرقة الدجاج يعني، او شوربة الدجاج. شايفين بقى، يلا حطيت كده طبق صغير كده بقى ووريتها لكم بقى كده. في بيحطوا عليها سوداني بقى وبيحطوا عليها كاجو، بس انا خليتها كده بطريقة سهلة كده يعني. شايفين بقى العصيان دي بقى بتاعت الاكل دي، انا مش بعرف استخدمها، عندي بيستخدموها. انا مش هعمل تريكو، انا عايز اكل بقى، لسه اقعد اخد مهرجان وادي بالمنظر الجميل ده كمان. بصراحة اكلة جميلة ومفيدة جدا. وانت عارفة الصوص في البيت مفهوش اي كحول، لو اشتريتيه من برة مفيش حاجة فيها دهن خنزير، مفيش اي حاجة. اتمنى ان الفيديو بتاعي يكون عجبكم النهاردة والوصفة، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وكومنت ان سبسكرايب، وتعملوا شير. انتوا عندكم طبعا 100 واحد على الفيسبوك، 5 بس اللي بيعملوا لكم لايك، فممكن واحد منهم يعمل لي لايك وشير للفيديو. بشكركم جدا وبقول لكم مع السلامة مع السلامة مع السلامة. مطبخ كارمن.